طبعا الليث متقدمة بشكل كبير في المجال السياحي، خاصة في السياحة البيئية، ولكنها ما كانت معروفة، يعني ما كان فيها تسليط ضوء خاصة من المجال الإعلامي. الآن مع السوشيال ميديا الحمد لله بدأ التعريف بمحافظة بشكل كبير، زاروها شخصيات مثل ما ذكر الشيخ أحمد الملك خالد، بعد عدد كبير من الأمراء خاصة في مجال السقوع. طبعا الليث تتميز مثل ما ذكرت بجانب السياحه البيئيه، يعني المباني ما في مولات، ما في اسواق، ولكن نقدر نقول انه السياحه البيئيه هي اهم عنصر واهم جاذب على مستوى منطقه مكه. تعتبر من افضل المناطق، وهذه دراسه قدمت ارتيادا من قبل سكان منطقه مكه للجانب السياحي، خاصه في الجانب البحري. طبعا عندنا جزر بحريه بكر بشكل كبير مثل ما ذكر الاستاذ زاهر، عندنا الدلافين، عندنا السلاحف. الدلافين تعمل لك زفه، لو تعديت منطقه تمشي جنبك بالقارب، بس اللهم اطرق بالبوري حق القارب يطلعون معروفين. نعم، في مقطع مشهور انا نزلت فرقه شعبيه ذي، نعم، تعمل لك زفه في الجانب. طبعا السلاحف ايضا موجوده. الاجانب بكثره يزورون بحر الليث، والسبب يعود الى انه مليء جدا باسماك القرش، واسماك القرش اللي عندنا يعني مسالمه بشكل كبير. عجيب. وخاصه السمك الصغير اللي هو يسمونه البيبي شارك بالاجانب، او السمك الصغير اللي هو طفل القرش، فيحبون يسمحون معه بشكل كبير. طبعا زيارات كبيره جدا من سفراء، من قنصليات، شخصيات كبيره من الاجانب، يعني خاصه من دول يعني اوروبيه، الى بحر الليث بشكل اسبوعي. يعني الويكند هذا ممكن ما تحصل قارب ابدا انك تنزل على عجيب. بحر الليث. طيب انت بدايتك في الجانب السياحي، وبدايه والله نشر المعالم الموجوده والتراث الموجود في الليث، السنوات هذه يعني من متى بديت فيها؟ ابد طال عمرك. هذه قصه جميله. طبعا مع بدايه فتح السياحه في المملكه، اول ما بدات السياحه طبعا برؤيه جميله جدا من سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، اللي هو يعتبر مثل لنا صراحه في الجانب السياحي في كل المجالات. الله يطول بعمرك. كانوا الاجانب بدأوا يتوافدون على المملكه بالفيزا السياحيه، فجو اثنين يعني شقر، شعلهم شقر، ودخلوا الليث. طبعا بما اني معي حساب هنا، واضح انه مجانب، بما اني معي حساب في السوشيال ميديا، بدأوا يتواصلوا معي الناس انه في ناس اجانب داخلين المحافظه، روح سوي لقاء معاهم شوف الشباب. فكان اول ما دخلوا كان معاهم كتاب، الكتاب هذا يعتبر من اشهر الكتب على مستوى مرجع سياحي، اسمه لونلي بلانت، ما ادري يمكن سمعتوا عنه. اسمه ايش؟ لونلي بلانت. اه، في استراليا وفي اوروبا يعتبر اكبر مرجع للجانب السياحي، فهم جو يعتبر الدفعه الاولى للتعريف بالمنطقه في هذا الكتاب. عجيب. فعملت معاهم لقاء وخذنا واعطينا، فكانوا يقولون نبغى نزور بعض المواقع السياحيه في المنطقه. قلت اقول لكم انا بمشيكم وباخذهم ان شاء الله، هذه بدايه الانطلاق، ان شاء الله ننطلق بالتعريف في المحافظه. فكانوا هم الاثنين اللي جو الايطاليين هم اللي ساهموا بشكل كبير. يعني انت بديت السياحه من ايطاليا، ولكن ايطاليا في الليث. ايطاليا كم كان؟ ما شاء الله قبل ثلاث سنوات يمكن، قبل ثلاث سنوات تقريبا. نعم، قبل كورونا. فيه يعني كلامك